شهدت الكويت خسوفا جزئيا للقمر في تمام الساعة 8:22 دقيقة، وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد وجهت الدعوة لجمهور المسلمين للتوجه إلى المساجد في الموعد المحدد لإقامة صلاة الخسوف والمشاركة في التضرع إلى الله بالدعاء حتى ينكشف خسوف القمر. وأقامت الأوقاف ممثلة في قطاع المساجد صلاة الخسوف في 57 مسجداً.